بصل وعيط. ها صورها يا سناء. جلوني يا ياض، ما تبقاش مؤدب يا. الامريكان علمونا كتير، اهم حاجه ان لما حد يجي علشان يكلمني في بيزنس حاجتين لازم ابعرفهم عنه، اولا تعليمه ايه، وثانيا موقفه ووضعه المالي ايه، علشان اعرف احدد طريقه كلامي معاه هتبقى ازاي. ايه عندك اعتراض؟ لا يا اخويا، لا اعتراض ولا غيره. طالما الامريكان هيتبسطوا يبقى اسكو تاني. بس يا ترى بقى الامريكان بتوع امريكا ولا اللي جايين لنا من امريكا؟ انتوا في شغلانتكوا ديت ولاءكوا بيبقى لمين؟ اللي بشتغل معايا يا باشا. يعني عايز تفهمني ان ولاءك كان لعبيد اخويا الله يرحمه؟ اكيد. امال ليه اعترفت عنه بكل حاجه في حياه الناس؟ جاي يا سناء، جاي في الميعاد. لا لا لا، بقول لك ايه، اوعي تقول لهم ان انا هنا عند ستي اصيله، حلاقي البلد كلها جايه لي، فانا مكتفي اني اخدمكم. مش عايز حاجه غير سعادتكم. انا شايل لنفسي مشروع صغير كده ليكوا برضه. هفتح محطه فضائيه. محطه فضائيه لاهل بلدي، شلتنا الحرب. الخبر ده انا جايباه من ظباط اعرفهم في امريكا. وافقوله. شكلهم كده هيعديها له يا فندم، عشان يلهو فيها وينسى حكاية الحزب اللي عايز يعمله. طيب شكرا، اتفضلي انت على مكتبك. معقول قناة فضائية مرة واحدة يا سيف وما تقوليش؟ ولهين انا بقى في الكتابة وبترميلي الفتات. لا لا وحياتك، ده انا فيها وفيها وفيها. أنا مش فاهم يا سناء، أنا مش فاهم مالك. أنت بتعملي كل حاجة أنا مش عايزك تعمليها. أقول لك يمين تمشي شمال، أقول لك شمال تمشي يمين، هو في إيه بالظبط؟ ما فيش حاجة، بس أنا بحاول يعني. بلا تحاولي بلا ما تحاولي، ابعدي عني، ابعدي عني دلوقتي، مش عايز أتكلم معاك. ابعد فين بس يا رسيف وأروح فين؟ خليني أرد على التليفون. حاضر، اتفضل رد. ألو؟ أيوة يا ياسر. انت لحقت تعرف؟ ايوه يا سيدي، بعمل قناة فضائية. ايه مفيش حاجة بقت تستخبى في البلد دي؟ تستخبى ليه؟ هو انت عامل قناة فضائية سرية؟ الموضوع ما فيه اني بحب امشي بمدرسة داري على شمعتك تقيد، واول ما تقيد اظهر انا بقى على طول. طبعا لا طبعا هحتاجك في القناة، ده شيء اكيد. معلش يا ابو اليسر، لأن في مندوب من الرئاسة لسه واصل قدامي، هضطر أقفل معاك. متشكر قوي حبيبي، متشكر. لا ما أنا بص هقول لك على حاجة، ما تجننيش. ياسر يكلمك تكلمه، تحتاجه في القناة ما تحتاجوش، ده حاجة بتاعتك. إنما قناة فضائية يا سيف، قناة فضائية مش وسعت منك دي؟ إيه اللي وسع؟ أنا فعلاً بعمل قناة فضائية. نعم يا أخويا؟ وأنا بقى كيس جوافة كده ما أعرفش ولا أعرف بالصدفة منك دلوقتي وخلاص ولا إيه؟ حكمة أخدتها من الأمريكان. داري على شمعتك تقيد. ليه بقى؟ عشان الشمعة تطلع حلوة كده من ورا. الأمريكان. ده على أساس إن أنا ضيفة وجاي أقعد معاك شوية وأمشي وكده. أنت خايف من الحسد يا سيف؟ خايف من عينيا يا سيف؟ سناء. اطلع
هي الندوة فاضل عليها قد ايه؟ طب ايدك بس معلش عشان الندوة فاضل عليها قد ايه؟ ميعادها قرب، ميعادها قرب يا سيف، معلش ايدك ميعادها قرب؟ اه معلش استنيها لوحدك بقى، استنيها لوحدك سيف، استنيها لوحدك، كهربني. نعم يا ما، اللهم لا اسألك رد القضاء. المهم انا بعت لك تجيلي عشان عايزك ترمي ودنك معاه كويس جدا، خصوصا وهو بيكلم اخته ملك او يقابلها. اعتبره حصل. وسمعت حاجه الفتره اللي فاتت؟ اللي فهمته ان في بيزنس كبير بيتعمل بره مصر. دي طراتيش كلام، الموضوع ده ما يهمنيش، انا عايزك تركز معاهم قوي في موضوع البيع. ها، احنا لازم الشركه دي تبقى بتاعتنا احنا. هو انا لينا اتدخل؟ طبعا من حقك تتدخل، لما تحس ان زاهر دماغه مش سلطنه وعاليه كده تخش عليه بالحنجل وتفهمه بقى انك عايز تخلص ضميرك من ربنا وعندك سر كبير عايز تقوله. اللي هو ايه؟ ان عبيد الله يرحمه كان بيتفاوض معايا انا على بيع الشركه. هو المفروض ان انا اعرفك؟ برافو عليك يا سبايدر. لا يا واد تربيتي. وليه الشرف ان اكون تربيتك. الله يخليك يا سبايدر. اسمع، جمال علبة ابن الجنية اكتشف اننا اخوان. وده يفرق في حاجة؟ جمال ما تفرقش معاه في حاجة خالص غير مصلحته، كل همه انه يخش مجلس الشعب. طب ما نقل معاه بوند. لا لا تسيبهولي انا ده، عشان انا في اخر لقاء معاهم عرضت عليهم ان اشتري مجموعة عبيد بقلب جامد، بس اللعبة اللي انا لعبتها معاهم دي فهمتهم ان انا وسيط لعبد الرحمن اخوهم. معرفوش ده. اكيد هتعرفه، بس انا لما اقول عبد الرحمن اخوهم يبقى انا اقصد خالد الشمتان. ها، وهو ده الليله كلها. انت بتفكر في حاجه؟ عشان جمال يعرف ان الاخوان مش في الموضوع ويقعد بقى يطرطش بالكلام حتى لو بحسن نيه والموضوع يعرب. والله يا باشا الكبار بتوعنا دول حقهم يحكموا البلد. مش قوي كده يا سبايدر، احنا بس يبقى لنا يد في البلد وساعتها الكل هيعمل لنا الف حساب. لما بنت في سنك، بنت عيلة، أبوها لسه متوفي، تخرج تسهر وتروح ديسكو، ده يبقى اسمه إيه؟ ومش بس كده، لأ ده الشباب كمان بيتخانقوا عليها وبيضربوا بعض علشانها. أنا كنت مبسوطة وبرقص، هما اتخانقوا مع بعض، أنا ذنبي إيه؟ أنا أصلاً رافضة فكرة إن أنت تروحي مكان زي ده لوحدك وفي الظروف دي. ما كنتش لوحدي، محسن كان معايا. محسن؟ عارفة، أنت نسيتي إن أنا اللي جيت خرجتك من الاسم؟ وشفته هناك هو وابوه. ادخل يا سيزفت. انا مش مصدق نفسي، ابني اروح اجيبه من القسم عشان بقى افتوي الديسكوهات؟ لا وايه، شارب بيره يا بابا. ممكن تهدى عشان افهمك الموضوع جه ازاي؟ موضوع ايه اللي هتفهمه لي يا سي محسن؟ الموضوع واضح زي الشمس، عيارك فلك من يوم ما رحت تاخد الدرس عند بنت عبيد. يا بابا انا عارف ان انا غلطت، بس انت ضربتنا بقى راجل. والرجوله بقى انك تكون لسه بتاخد مصروفك وتروح ترقص في الديسكو وكمان تشرب بيرة. يا بابا شادي عندها أزمة نفسية وكان لازم تخرج. يا سلام، وحضرتك بقى الدكتور النفساني اللي بياخدها يعالجها في الديسكو بالرقص. يا بابا بلا بابا بلا زفت. اسمع يا محسن، من النهاردة مفيش درس عند الناس دي تاني. يا بابا ما... اللي بقولهولك ده هيتنفس، ودروسك هتاخدها في قلب البيت هنا، والموضوع ده لو اتكرر منك تاني يا محسن قسما بالله ما هرحمك. صحيح انتي تعرفي ابوه؟ ايوه. اصله كان واقف قدامك كده ومعرفش يفتح بقه بولا كلمه، بس هتلاقيه هيطلع عين محسن. طب يلا اطلعي نامي دلوقتي، بكره نبقى نكمل كلامنا. انا فعلا هموت وانام، بس مامي عملتي معاها ايه؟ ما تقلقيش، اتصلت بيها لما انتي كلمتيني وحكيتي لي على المشكله اللي حصلت لك. اطمني، ما جبتلهاش سيره. يعني هي عارفه ان انا بايته هنا؟ اكيد. يلا اطلعي نامي بقى. طيب انا مش عايزاكي تكوني زعلانه مني. اوكي، بس احنا لسه ما كملناش كلامنا. اوكي، بس كان ليا طلب صغير. ينفع استغل خوف بابا محسن منك وتكلميه عشان ما يعملوش حاجه؟ هشوف. عشان خاطري. يهمك قوي محسن ده؟ بصراحه اتبسطت كده لما اتخانق عشاني. طب يلا امشي اطلعي نامي. امشي امشي. جيل عجيب.
واضح ان اللي احنا عملناه مع عبيد الكشف قدام اخته الملعونه اللي اسمها ملك. ازاي؟ سيدي ايه اللي صورناها له وصلت لها؟ عادي، ممكن اي حد يلاقيها وتقع في ايده ويروح يديها لها. لا بس خلي بالك، هي طلعت ذكيه قوي وعرفت ان عبيد مش هو اللي مصورها. تحمد ربنا انه مات، والا كنت هوديه في 60 داهيه على اللي عمله معايا. ما تنسيش ان احنا اللي ابتدينا. خليني ساكته احسن. يعني ايه؟ يعني انت خططت ودبرت ونفذت ونسيت انه جوزي يا جمال. لا يا حبيبتي، انت واضح ان انت نسيت ان انت اتجوزتيه اصلا عشان يساعدني في دخول المجلس. بقول لك ايه، مفيش داعي بقى نقعد نقلب في اللي فات ونجرح في بعض. ايه يا جماعه، مالكوا في ايه؟ مفيش حاجه يا ستي، اخويا جايبني على الصبح عشان عايز يحرق لي دمي. دلوقتي انا اللي بتبحرق دمك يا ست نهى. بس يا خمان، بس انا ماشيه. نهى استني بس، مش هستنى. بس ولا هستنى ولا هستنى. اوعى انت كمان. صباح الخير يا سي حسن. صباح النور. خير؟ ايه في ايه؟ تعالى ابو علي، حضرنا للصباح. من عينيا يا سي جمال. ايه يا عم، كنت بتزعق مع ناهد وصوتكم عالي قوي. تخيل بتلومني على اللي حصل مع عبيد. سيبك، خلينا احنا في موضوعنا. ايه بقى اخبار ملك؟ قولي الاول قبل ما انسى، انت ناوي ترد ناديه ولا هتعمل ايه بالظبط؟ يا عم خلينا في موضوعنا اللي احنا فيه. ما انا قاعد معاك اهو. بقولك ايه، انا مش هسيبك لحد ما تخش المجلس. من الاخر كده، الولايه اللي اسمها ملك دي ست مش سهله ابدا. يعني ايه؟ مش هتبيع الشركه ولا هتبيع؟ مع انها قالت لي انها هتفكر وتخلي اخويا يرد عليا، لكن شكلهم كده لا هيفكروا ولا هيردوا، ولا في نيتهم بيع من اصله. سخنوا لحد ما اجهز لكم العده واحضر لكم الشاي. ماشي يا حبيبتي. قول لي ابو علي، انت بجد كنت ناوي تخش في موضوع الشركه ده لوحدك؟ لا، انا كنت مجرد وسيط برضو. يعني وسيط؟ امال مالك يا اخويا كده؟ كنت محسسني انك هتموت على الشركه دي. ها، عشان اللي عايزها هيموت عليها. هتعرفه؟ هيفيدك في ايه بس؟ لا بقول لك ايه، انت كده شوقتني اكتر. انت اللي مشوقني. صباح الاستا مورنينج. صباح الجمال والجوده. قول لي بقى مين؟ عبد الرحمن بقى يدين. اخوهم؟ يا نهار اسود على اللي جابوهم. ايه يا جدع، مالك في ايه؟ يا عم انت مش كنت تفطمني؟ هتفرق معاك في ايه؟ يا ليله مش فايته. دي تفرق في حاجات كتير قوي. يا ابني افهم، دخول عبد الرحمن من بعيد في شراء الشركه بتاعت عبيد اكيد وراها خالد الشمتان. اللي انت ما تعرفوش بقى ان خالد الشمتان تهمه الشركه دي قوي، وكده كده هياخدها. لو مش عن طريقنا يبقى عن طريق اللي اسمه اسامه خليل. يبقى احنا اولى. يبقى احنا اولى. يبقى احنا اولى. احنا اولى يا عم الحاج. يا رب. لقيت الاسم يا ملك. احلف كده، قول والله لقيت اسم المحطة الفضائية يا ملك. والله لقيت اسم المحطة الفضائية يا ملك. طب قول. احنا هنسمي المحطة على اسم الحزب بتاعنا. وبعدين؟ نحو حزب النداء الواحد للحرية. يا سلام، معقول الكلام ده؟ عايز تسمي محطة فضائية بتنافس وسط المحطات الفضائية التانية نحو حزب النداء الواحد للحرية؟ اسم ده ولا مظاهرة؟ جرائيه سيف، ما تقول كلام يعقل. ما تكتب لهم عنوان بيتكو كمان تحتيها. خليك عاقل كده، كده هتطفش الناس. بالعكس، ده اللي هيلم الناس علينا. قصدي هيخليهم ينتبهوا لينا وينبهروا. ينبهروا باللي انت بتقوله ده؟ سيف، نصيحة مني، أنا ملك، فكر تاني. اسمع بس، خد الورقة دي والقلم ده واكتبي اللي هقولك عليه. أنا عارف إن العربي بتاعك بعافية، معلش هنستحمله. يلا ما نشوف إيه جو حصة الإملة ده. إحنا هناخد من كل كلمة أول حرف فيها. يعني نحو أول حرف إيه؟ ط. نون يا سيف. حلو. حزب أول حرف إيه؟ حلو. نداء أول حرف إيه؟ نون. حلو. نحن؟ استني استني يا ماما، أكمل أكمل. واحد
أول حرف إيه؟ واو. حلو. حرية أول حرف إيه؟ حاح يا سيف. حلو. تبقى إيه؟ نحن وح. نحن وح. نحنوح. نحنوح يا سيف. نحنوح يا ملك. انت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ نحنوح. يا ملك نحنوح. الاسم ده هيوفر لك ملايين في الدعاية. ركزي كده. الاسم هينزل. هيعمل دوشة. بوليكا. الناس هتتساءل ايه ده. ويظهر نحنوح ويتكلم عن نفسه. نحنوح يا سيف. يا بنتي ركزي. انا اقرب واحد للناس الغلابة واقرب واحد للمثقفين. عارف هما بيفكروا وبيحبوا ايه. الاسم ده هيعلق معاهم صدقيني. ماشي يا سيف. هفترض جدلا ان اللي انت بتقوله ده صح وان الاسم هيعلق وده اسم المحطة الفضائية. لما بقى حضرتك تيجي تبقى رئيس حزب ساعتها بقى الناس هتقول عليك رئيس حزب ايه؟ نحنوح؟ خلاص يا ستي. نبقى ساعتها نقول للمثقفين ان الحزب اسمه حزب النداء الواحد للحرية. المهم دلوقتي القناة نبتديها واي حاجة تانية مش مهم. ماشي يا سيف. لما نشوف اخرتها معاك ايه وهتوصلنا لفين. حلو قوي. قولي بقى ورايا. نحنوح. مش قايلة جرس الفسحة ضرب. نحنوح. لا. سالفة القناة الفضائية اللي قاعدين تسوونه عندي كل تفاصيله. انت ليه ما قلتليش الكلام ده؟ مو مهم اقولك. انا اهم شيء عندي ملك وبس. ولعلمك فلوس القناة ومشاريع ملك كلها فلوس مشكوك فيها. مشكوك فيها ازاي؟ يعني تقدر تقول غسيل اموال. غسيل اموال. غسيل صحون. غسيل شرابات. ماليش فيه. انا عمري ما سألت اللي بشتغل معاه جايب فلوسك منين ومدخلها ازاي. انا اهم شيء عندي قلت اللي بخاطري وانت حر. انا مش بتاع وهم يا خالد بيه. انا بتاع فعل. وعشان اثبت لك انا هعمل القناه الفضائيه برضه. وانا بعطيك الفلوس تسويها. موافق. بس نلعبها صح. شلون؟ قول لي بالله. اقول لك ازاي. العالم بقى تكتلات كبيره. يعني احنا نسيب ملك تيجي تفتح القناة وتستخدم نفوذها وسلطتها ومالها وتقوم القناة تجيبني أجنب جمهوري والناس اللي بتأيدني واللي بيحبوني وانجح وابقى أنا فعليا القناة تخش حضرتك بعلم البورصة بتاعك بقى وتشتري في أسهم القناة سهم ورا السهم لغاية ما تبقى الأسهم كلها بتاعتك. ساعتها القناة بقت بتاعتنا. أنت بفلوسك وأنا بناسي وشهرتي. بعديها بقى مش نفتح قناة واتنين وتلاتة. لا. ده يبقى عندنا قمر صناعي بتاعنا. اسمع يا دكتور عبد الرحمن. ابي هالمحطة الفضائية الخاصة بملك تنجح بأي شكل من الأشكال. ايه اللي انت بتقوله ده يا شيخ خالد؟ ولعلمك الخاص نجاح الفضائية يشجع المسؤولين يحطون كل أسهمهم في البورصة. وبعدين يا شيخ خالد؟ حزتها ندش ونشتري أكبر نسبة من الأسهم المطروحة للبيع. وبعدين راح نشتري الأصول لو باعوها. كده فهمت. انت عاوز تقولي احنا ندعمها من بعيد لبعيد ومن قريب بعد.
وأبي دعم مو طبيعي بتحويل جميع إعلانات خالد الشمتان إلى فضائية ملك. بس ما تنساش يا شيخ خالد إن الفضائية دي بتاعت سيف هريدي. نفذ اللي قاعد أقول لك عليه يا دكتور عبد الرحمن، لأن في راسي شيء بسويه. حاضر، تأمرني طال عمرك. المهم أبيك تروح تشوف لي أول برنامج لملك، بدأ ولا لا؟ حاضر، بعد إذنك. تفضل. عارفة انك زعلان بسبب تغيير الاسم بتاع القناة، بس يعني اعمل لك ايه يعني يا سيف؟ ما هو ما كانش فيه وقت، وانت اللي سبتني ورحت على بلد كوشنتنا دي. ليه؟ مفيش محمول تكلميني عليه؟ ما هو ما ينفعش برضه يا ملك نبقى متفقين على حاجة وتيجي تغيريها من غير ما ترجعي لي. ما هو اللي انت مش فاهمه اصلا يا سيف ان اسم نحلوها اللي انت اخترته ده اترفض. نعم، مين اللي رفضه ان شاء الله؟ من السادة الممولون يا سيف، الناس اللي بيمولوا المحطة بتاعتنا، بيقولوا ان الاسلوب اللي احنا اخترنا بيه الاسم بتاع المحطة اسلوب قديم قوي. نعم اسلوب قديم قوي، امال ايه الجديد؟ لا هما يعني ما يقصدوش اسلوبنا احنا في التفكير يعني بشكل شخصي، هما يقصدوا ان الطريقة اللي اخترنا بيها اسم القناة قديمة شوية. وبصراحة يعني انا شايفة ان معاهم حق، اصل مش معقول يعني سيف هريدي وملك بهي الدين يوم لما يجوا يختاروا اسم محطه فضائيه يقوموا مسمينها نحنوح. انا كنت حاسس ان الاسم من الاول مش عاجبك، فانت اكيد اللي صدرت لهم وجهه نظرك دي. بصراحه انا كنت عارفه ان هو مش هيعجبهم، بس يعني قلت استنى شويه، وفعلا طلع ما عجبهمش ورفضوا. واختاروا لنا اسم اليو اتش، اي الأبر هاند، يعني اليد العليا يا سيف، يعني إيدي وإيدك. لا مدام إيدي وإيدك ده حاجة جميلة قوي. لا هما كلامهم أكيد مية مية. خلي بقى نحنوح دي بيني وبينك كده لما نيجي ندلع المحطة بتاعتنا ونتنحنح مع بعض. لا يا حبيبتي، خلي اسم نحنوح ده عندي أنا هستخدمه، أنا هسمي الحزب بتاعي حزب نحنوح. والله بقى حزبك وانت حر فيه، تقلي تشويه وعلى حسب ودات قلبك. ادخل. اتفضل. هلو ملك. هلو مستر تشارلي. سيف اعرفك، مستر تشارلي مساعد مستر براون باك. اهلا وسهلا. مين براون باك ده؟ اهلا مستر سيف. اهلا بحضرتك. على فكره انا ومستر براون باك معجبين جدا بافكارك. الله يخليك الله يخليك. برضه مين براون باك ده؟ فاكر يا سيف في حفله السفاره الامريكيه لما كان في واحد بيبتسم لك ويبص لك وانت سالتني مين ده وقلت لك معرفش؟
اهو انا بقى خدت بالي ساعتها وقلت لك، بس انت نسيت. ايوه بس انا يعني ما سالتكيش ساعتها عنه. مستر براون باك ده تقدر تقول عليه الممول الرئيسي للمحطه بتاعتنا، ومش بس كده، ده يعتبر احد المتحكمين الرئيسيين في الاعلام العالمي. طب هو ما جاش ليه يبارك لنا يعني؟ مستر براون باك وقته صعب جدا، عشان كده هو كلفني ان اتابع المحطه بتاعتكم، وهو كمان هيتابعها من اي موقع هيكون فيه في العالم. ده معناه بقى ان حضرتك يعني هتبقى معانا هنا على طول مش كده؟ مستر تشارلي يا سيف مش هيظهر خالص في الصوره غير قدامي انا وانت بس. مستر سيف ساكت ليه؟ لا بس احنا اكيد هنتقابل تاني بعد الحلقة بتاعت النهاردة مش كده ولا ايه؟ تشارلي هكون مسؤول عن الشباب اللي هيجوا من بره عشان يشتغلوا في القناة، وده نفس الوقت اللي انت هتبقى مشغول فيه. ايوه يا استاذة مهدي، الاستاذ سيف والاستاذة ملك جاهزين؟ جاهزين يا استاذ سمير، خلاص بيجهزهم. طيب اول ما يجهزوا راجعوا معاهم الاسئلة. طيب حاضر حاضر.